بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. نبارك لكم بارحة الباقر وليلة الهادي عليهما السلام في رجب الأصب، ونرجو من العلي القدير أن يعيد هذه الليالي علينا في حال أحسن من هذا الحال. رجب فاضل عظيم التهاني، قد علا سؤددا من الرحمن. ليلة الفرد ليلة النور كانت، رحمة للملا بكل زمان. ثاني الشهر فيه نور تجلى، بدر تم وساطع البرهان. عاشر للنجوم جاء إلينا من إله السماء لخير بيان. هو هادي الأنام، هو هادي الأنام للحق طران، وهو بدر يزين كل المعاني. هو باب الهدى وشمس ضحاها، وهو هاد في طيلة الأزمان. اليوم شرف للوجود الهادي، وإلى الهنا قد حق عقد النادي. اليوم ثغر الدين أصبح باسماً، يدعو إلى ولد الإمام الهادي. اليوم ثغر الدين أصبح باسما، يدعو إلى ولد الإمام الهادي. اليوم قد جمع المهيمن للورى، ما بين هاد ناصح وجوادي. لقد تجلى مبدأ الإيجاد في غاية الوجود باسم الهادي. فبان وجه الحق ذاتا وصفة بنير العلم ونور المعرفة، وانفجرت في كل قلب صادي. عين الحياة من محيا الهادي، نثني على كلمة سماحة الشيخ عبد الحسين التي أورد فيها مسائل في جوهرية في التربية، ونطرح هذه الرواية التي تتحدث عن الإمام الهادي والتي أرخ لها المسعودي بقوله أن في فترة إمامة الإمام الهادي بعد أن توفي واستشهد والده الجواد كان صغير السن، فقام الحاكم
عباسي في ذلك الزمان أن عين، وهو المعتصم، أن عين للإمام الهادي ناصبي لأهل البيت لكي يكون مؤدبا له ومعلمه النصب، وأن يخرج ويحرف الإمامة والشيعة. فجلس مع الإمام وكان يغلق الباب عليه ولا يترك المجال لشيعته بأن يدخلوا عليه. فكان يلازم أبا الحسن في قصر بصريا، وهي قرب المدينة، فإذا كان الليل أغلق الباب وأقفله وأخذ المفاتيح إليه، فمكث على هذا مدة، وانقطعت الشيعة عنه عن الاستماع منه والقراءة عليه. ثم إني لقيته في يوم جمعة، وهو أحد الشيعة الذي يتكلم، فسلمت عليه، يعني سلم على ذلك المعلم الناصبي، وقلت له: ما حال الغلام الهاشمي الذي تؤدب؟ فقال منكرا علي: تقول الغلام ولا تقول الشيخ الهاشمي؟ أنشدك الله، هل تعلم بالمدينة أعلم مني؟ قلت: لا. قال: فإني والله أذكر له الحزب من الأدب، أظن أني قد بالغت فيه، فيملي علي فيه بابا أستفيد منه، بدل أن يعلم الإمام الهادي صار المعلم هو الإمام الهادي عليه السلام. قال الراوي: فتجاوزت عن كلامه هذا كأني ما سمعت منه، ثم لقيته بعد ذلك فسلمت عليه وسألته عن خبره وحاله، ثم قلت: ما حال الفتى الهاشمي؟ فقال لي: دع هذا الكلام عنك، هذا والله خير أهل الأرض وخير من برأه الله، وإنه لربما هم بالدخول، فأقول له: انتظر حتى تقرأ عشرة. فيقول لي: أي السور تحب أن أقرأها؟ فأنا أذكر له من السور الطوال ما لم يبلغ إليه، فيهذها بقراءة. هنا مربط الفرس، ما تجاوزنا عنه فيه معان وغزيرة. إمامنا الذي نحتفل بمولده كان يقول عنه هذا المعلم الناصبي، والذي أصبح بعد ذلك من أخلص الشيعة، أنه عندما كان يريد أن يعجز الإمام الهادي بقراءة السور، فيقوم الإمام الهادي فيهذها بقراءة لم أسمع أصح منها من أحد قط، بأطيب من مزامير داود النبي التي بها من قراءته يضرب المثل. صلوات. هذه معاجزه لا تحصى في قلم، وسطور لها جاءت بإمكاني، عزت مناقبه في كل ملحمة، ما نالها أحد من كل إنسان. هذه مبادئه تعطيك معرفة بأنه غصن من خير قضبان، قد أغدق الكون علما في معارفه، وأصبح الحق منه عالي الشان. تعقيبا على ما أوردنا من الرواية السالفة: أئمتنا يحضون على الاهتمام بتعليم أبنائنا
من صغرهم بالقرآن. نحن في وبشكل رسمي في هيئة العدل المنتظر نقيم حلقة قرآن في مركز العدل المنتظر لعلوم القرآن، ولكن هذه الحلقات تراجعت. بدل أن كان لدينا مجموعة كبيرة من الطلاب، أصبح الآن الوضع الطلاب بأقل من النصف، وذلك مسؤولية الجميع. إن كان الخلل لدينا فأرجو من الجميع أن يبادر بالنصح والإرشاد، وإن كان هناك خلل نستطيع أن نسده فأن نرجو من الجميع أن يساهم في ذلك. مسؤوليتنا جميعا أن نقيم جيلا قرآنيا. القرآن هو وقاية، قد يكون ما ذكره سماحة الشيخ علاج. القرآن هو الوقاية التي نستطيع من خلالها أن نتقي كثير من المشاكل. أفضل الصلاة والسلام عليك يا اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم قال الإمام الصادق عليه السلام ابن رسول الله وإذا أحب الله تعالى أن يخلق الإمام أمر ملكا يأخذ شربة من ماء تحت العرش فيسقيها أباه منها تكون نطفته ويمكث 40 يوما وليلة في بطن أمه لا يسمع ثم يسمع بعد ذلك الكلام. يا مستمعين النظام صلوا على خير الأنام. سلام على آل النبي محمد ورحمة ربي دائما أبدا تجري وصلى عليهم ذو الجلال معظما وزادهم في الفضل فخرا على فخري. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وبعد أن حملت المرأة الفاضلة العابدة سمانة وفي يوم مبارك ميمون من شهر رجب وفي قرية صريا وهي قرية أسسها إمامنا موسى بن جعفر بن النبي في إحدى نواحي المدينة شعرت أمه بقرب ولادتها فأخذها الطلق وإذا بها قد ولدت بالإمام الهادي أفضل الصلاة فاطمة الزهراء الحسن بن علي
الحسين ابن علي علي السجاد محمد الباقر جعفر الصادق موسى الكاظم علي بن موسى الرضا محمد الجواد علي الهادي الحسن العسكري الحج ابن الحسن الحج ابن الحسن الحج ابن الحسن نبارك.